أنني أعمل في أحد المحلات التجارية، وبعض الناس عندما يأتون للشراء ينسون بعض حاجياتهم ولا يعودون إليها، وحينئذ أسأل فضيلتكم كيف أتصرف والحال ما بسر؟ جزاكم الله خيرا. أليس بشفظها والانتظار لأصحابها؟ فإذا مضت مدة طويلة ويئست من مجيئهم فإنك تتصدق بها علانية الأجر لأصحابها، وهذا إنما يكون إذا انتظر في شفظها ولم يأتي أحد وطالت المدة وغلب على ظنك أن صاحبها لا يأتي، فحينئذ تتصدق بها علانية للأجر لصاحبها، ويكون لك الأجر أيضا في كونك حافظت عليها ووضعتها في الموضع الشرعي. جزاكم الله خير.